سلام بنات مرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي انا فرحانة اليوم بتواجدي معكم فيديو جديد فيديو اللي هتكونوا قريتوها في التيتر ديال هذا الفيديو جوستمون اللي كتخص الاسنان وصلني واحد لو كيت وما بغيتش نحلو من نهار وصلني وانا حاطاه كنساين فيه وصلني من عند اوكتولي حطيتو كنساين فيه قلت غادي نجربو انا وياكم نشوفوا واش هاد التريتمون ديال 16 دقيقه د السنان باش يبيضوا افيكاس او لا ماشي افيكاس كنت ديجا جربت واحد لي تريتمون فحال هكا الصراحه انا شخص ماشي مواظب وشخص معكاز بزاف يعني غادي نديرها مره وغادي نعاود صافي نحبس ما غاديش نعاود نديرها حتى شي مره واحده اخرى حيت غادي نعكز النوض ونجبد ونبدا نقاد في البرودوي سناني وندير دي ندير الكوتير ونبقى كنساين اكسيتيرا مي حسيت هاد ليامات سنيناتي بحال صفارو ان بتي بو بوتيت وليت كنشرب بزاف 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 اتاي كنعرفوه لي فروي روجي كومباني كيصفروا شويه سنان القهوه حتى هي الناس اللي الاشخاص اللي كيكميو حتى هما المهم قلت زينب غادي نجرب هاد لو سمايل كاربون اللي لقيتو في اوكتولي قلت علاش لا ما نجربوش خديتو هو خديت هاد لي برودوي حتى هما ديال كلارانس اللي هما هادو الوغ هذا شفتو عند ليلى ديال تو بور سفير بيل اي جي لامبريسيون كو فريمون زوين 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 بزاف مازال ما حليتهمش انا عاد نحلهم هذا ان فيت ما كانش صحاب ليا برودوي بحال اوتو برونزا ولكن سا طوم بيان مع ملي كتجي الشتا كما كتشوفوا كنولي صفاف شويه واخا العيا من الماكيي كتبقى صفوريه باينه دونك قلت علاش لا هذا شفت ليلى كتستعملو ديال تو بور سفير بيل فواحد من لي فيديو ديالها اي ان فيت هي كتخلطو مع اون كريم هيدراتون ديال لوجي وكدير شويه ديال النقيطات كتزيدهم عليها وكتخلط كلشي في الوجه ديالها وكيعطي واحد لو طون فريمون زوين كتعطيك بون مين دونك هادي جي هات دو تيستي اي بوي وصلني ديال لو كور اي خاصني غير نلقى الوقت باش ندهنو وندهنو ان شاء الله علاش لا المهم ما عليناش هذا ماشي هو سوجي الفيديو هذا كنت بغيت غنوريكم كيوصلوني سورتو كنت مني شفت لا فيديو ديال ليلى تشجعت باش نجرب ديال الوجه ودابا غادي نديرو التجربه ديال هذا ديال السنان الوغ قال لك هاد التريتمون فيه غير 16 دقيقه كافيه باش كيبيض لك سنانك اي ان فيت شنو هو لو بلوس ديال هذا المنتوج مقارنه مع المنتوج اللي ديجا فايت استعملته لتبييض الاسنان هي ان هذا المنتوج كتبرونشيه مع التليفون ديالك علاش غنبرونشيه مع تليفوني هذا هو التساؤل اللي عندي دونك غادي نحلو مع بعضياتنا هاد لابواط ونكتشفوها فريمون ما بغيتش نحلها بقيت كنساين حتى ندير هاد الفيديو المهم دونك كيجي بحال بطاطا التليفون كتحلها بحال هكا اند هير وي جو دونك عندنا لا نوتيس هذا باش كتقارن سنانك بالالوان اللي عاطينك في هاد المسطره ديال السنان اي هنايا كيوصلني لا غوتير يونيفرسيل هيا لا غوتير يونيفرسيل اللي كندير فيها لو برودوي او كنخشيها في 15 دقيقه دونك هيا كتبرونشا مع التليفون انا بغيت غير نعرف علاش كتبرونشا مع التليفون ولتحت كتلقاو ستيلويات ديال سمايل كاربون اللي جو بريزوم كديرهم في لا غوتير كاملين بحال بحال نجبدو واحد فيهم اوكي سو شنو البلان نقرا شنو مكتوب هنا البلان قال لك باش تبدا البلانشيمون ديالك شنو كدير غنمشي نغسل سناني غادي ندير الجيل في سناني غنكونيكتي ديك لا لامب ليد مع تليفوني ونشعل لا لوميير من هنا باش نبدا البلانشيمون ومورا 16 دقيقه كنغسل سناني لا ماشي كنغسل سناني غير كنمضمض ومن بعد كنيتوايي ونسيشي لا غوتيير ديالي يلا نمشيو بعدا نغسلو سناننا ويحلو يلا معايا اذا تنظيف الاسنان ديالي انا عندي سوا اون بروسا دون الكتريك اللي كنستعمل واللي هي هذه ديال اورال بي دونك هاكا كنكون باغا نستعمل اون بروسا دون الكتريك وكاين شي ايامات كنبغي نحس براسي كنفرك سناني اي دون سو كا كنستعمل بروسا دون مانويل بحال هادي دونك دابا بغيت نفرك سناني اذا غنستعمل هاد لا بروسا دون من لا مارك الجيديوم كلاسيك اوكي اي بور نيتواي لي دون ديالي دون دي فريز لي كنستعمل عطاتو ليا اسماء اكسسوري شوب كنديرها وخديتو لا اون فيت سي هاد ايكو دينتا Je sais pas si vous arrivez à voir ou pas. Donc voilà, c'est voilà. Ecodenta fait le charbon noir.
Tivigo, je ne sais pas c'est quoi Tivigo, mais fait du charbon. Et kanafo, les vertus du charbon, qui beitznen. D'ailleurs, baranchri, une poudre de charbon, beitznen. Kandir, et Aperitivo. Donc là, قربتكم vraiment مزيان 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 مني باش تشوفوا في النيونسي معايا ثاني فين النيفو كاينين اي غادي نهبط من لا ليميير باش تشوفوا مزيان. Donc là, j'ai presque plus de lumière à la louche ديالي et on va voir ensemble le nuancier. خاصني انا مرايا باش نشوف معاكم حيت sinon ما غنشوفش. Alors انا سناني بلا ما تري الضبابة شوفوا معايا كنظن 5 يلا غنديرو اونصوب غادي نخلي لا لوميير بحال هكا باش تشوفوا معايا مزيان دونك غنبقى ندور تيخرج ليا لو جيل وخرج اصاحبي فين المرايا انا جو في انسيستي على هاد لي كانين باسكو هما اللي بانوا ليا الصفر شويه مخشيش لقيت لا بلانشي اوكي I'm back. Donc je me suis rincé les dents qui m'a pralo. Ça là, j'ai pas de sensibilité pour le moment, donc c'est super parce que je halme les bandes crèches des fois. Par exemple, à chaque fois, je suis à la caca de créer une sorte de sensibilité. Là, j'ai aucune sensibilité avec pour le moment. Ma hache les deux tournois de la tienne, ça va. Ouais, je connais une sensibilité ou pas. Donc, je n'ai pas l'éliminer. Salut à Chich, non dire nanani nanana. Bon, quand je suis à la si le produit, quand tu bien sûr la nuance, l'intabarit, tu sais, tu fais déjà wesh qu'il y a un changement ou pas du tout. Ah si 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 quand même. Quel un changement. Là je suis à 3 je pense. Je vous mets. On clique on va tenir une touche de douche vous mets bien par le fil. Et je pense que là je suis. On clique on monte douche chauffe. Ah oui je suis quand même à 3. Mon chemsel tlata. C'est super. Je pense être à 3. Ok, à 3 voire même 2. Ah ouais. Donc je suis complètement satisfaite parce que j'ai l'impression d'avoir gagné deux teintes Snandialis, qui est pas négligeable. Deux teintes utilisation, je pense que c'est super. Donc انا غادي نكمل لوتيليزاسيون او غادي نكمل استعمال هذا المنتوج وبطبيعه الحال على مواقع التواصل الاجتماعي ديالي سناب شات انستغرام فيسبوك غادي نرد عليكم خبر نقول لكم واش بكثرت ما استعملته بكثرت ما سناني زادوا بيضوا او لا وغادي نعلمكم اوسي الى حسيت بشي حساسيه في السنان ديالي ولا لا دونك غادي نخبركم بكاع هادشي على مواقع التواصل الاجتماعي داكشي علاش نقول لكم ما تنساوش تنضموا لمواقع التواصل ديالي التواصل الاجتماعي ديالي ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال فيديو باسكو فيها مشكل كبير لي نوتيفيكاسيون الجرس راه كاين غير لتحت حتى سابوني و الا كنتو دايره مازال ما مشتركينش اشتركوا بالقناه و الا كنتي جديده مرحبا بك معنا وما تنسيش تشتركي بالقناه وتخلي الاصابع الزرقاء الى عجبتكم لا فيديو تام زابي بيان سور تخليو ليا كومنت حيت عزيز عليا نقراكم هذا مكان
انا فرحانه باش لاني هاد الساعه. ما تنساوش ان العنايه بالاسنان مهمه مهمه بزاف. يمكن لكم تستعملوا لا بودغ دو شابون، يمكن لكم تستعملوا البيكربونات دو صود مع الدنتيفريز ديالكم باش تغسلوا اسنانكم وتبيضوهم. الا بغيتوا هكذا طرق طبيعيه لتبييض الاسنان طلبوها مني في الكومنتير، ندير لكم فيديو جديد على كيفيه تبييض الاسنان بطرق طبيعيه. غادي تكون ماشي فعاله في حال هاد المنتوج اللي وريتكم، ولكن بشويه بشويه الواحد كيوصل للنتيجه اللي هو باغي. وكاين اللي ما كيبغيش يستعمل هكذا منتوجات كيماويه، نعطيكم منتوجات طبيعيه اللي يمكن لكم تلقاوها دغيا في الاسواق باش تبيضوا الاسنان ديالكم. كانت هذه هي الفيديو، كندير لكم بوسه كبيره ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو الجاي. السلام عليكم.